لأن احنا على طول بنبدأ مع زي ما بتقولي كده بنبدأ مجموعة من الخدمات، لكن في فقرة تفاعل بنبدأ بيها دايما مع الناس. وطبعا احنا عارفين مع معرض الكتاب واستمرار فعاليات الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التساؤلات كتيرة بتتكلم عن القراية، والناس بتفضل القراية العادية ولا القراية الأونلاين زي دلوقتي. احنا بنقول القراية العادية، القراية طبعا ان انت تقرأ من الورقة او من كتاب معين، لكن احنا عارفين انتشر خلاص في الفترة اللي فاتت موضوع فكرة الكتب الأونلاين، المقالات الأونلاين بالضبط. في ناس يعني، وانا نهى يعني هي غايبة عننا النهاردة، انت عارفة نهى من الناس اللي هي الدحيحة تقعد تحفظ من ورقة وبتاع، فبتقول انا ما بعرفش اقرأ واستمتع بالكتاب غير بالطريقة التقليدية. انت بالنسبة لك ايه الاسهل؟ يعني هل انت بتضطري بسبب شغلنا او حاجة انك تقري اونلاين مثلا مقالات اكتر، كتب اكتر، ولا برضو بتشتري الكتب ولازم تقري من الورق والجرايد بتاعت الجرايد الورق؟ والله محمود يعني حسب الظروف بتحتم ايه، بس انا شخصيا بفضل الطريقة التقليدية. يعني هتستغرب بس ملمس الورقة، ريحة الورقة فعلا بحس ان هي حافز اكتر، وبتخليك يعني عايز تخلص الكتاب، بتشدك للكتاب. سرعة التنقل ما بين الصفحات بتكون اسهل، ان انت تروح لصفحة قبل كده انت قريتها اسهل. انا بالنسبة لي بحب الطريقة التقليدية بصراحة. طبعا انا عايز اقولك بس الناس بتتكلم على ان الطرق التانية او طريقة مثلا، وكمان مثلا الكتب المسموعة دلوقتي كمان اللي هو نبقى بنسمع الكتاب ويتحول ان هو الفويس، الحاجات دي المفروض انها عشان عصر السرعة وبتسهل للناس وانه سرعة الوصول. وعارفين احنا ما شاء الله كمان مصر متجهين لوجود بنك المعرفة وحاجات كتيرة اونلاين، وحتى معرض الكتاب عامل خدمات كتيرة، حتى لو انا مش هقرأ الكتاب اطلبه انه يجي لي اونلاين. فكرة زي ما انت قلتي أهمية التحول الرقمي، في ناس زي ما أنت بتقولي بيحسوا بالورقة وماسكة الورقة وبيعلموا بالقلم بهايلايت على الحتة دي ويحط مثلا حاجة. لا أنا كنت بحفظ الورقة برقم الورقة بمكان الصفحة بمكان بالزبط. كل حاجة، فلا أنا بحس إن أنا تقليدية جدا في الحتة دي. يعني إذا ما كانش قدامي ورق وأراه وأمسكه وشم ريحة الورق، بحس ان هي فعلا عامل مهم جدا ان انا اتحمس لقراءه الكتاب ده. وفي ناس عارفه، في ناس بتتكلم على الموضوع ده بفكره انه انا ممكن اقرا اونلاين بس عناوين، يعني انا مثلا داخل اشوف هيدلاين معين مثلا، حاجه بتخص حاجه معينه بس اقرا العنوان بتاعها بسرعه، لكن مقال قصه روايه حسب الظروف بالظبط. يعني بس زي ما بقول لك احنا طبعا في معرض القاهره الدولي للكتاب في دورته 53 في اقبال كبير من الناس على زياره المعرض واقتناء الكتب بشكل كبير، ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا مع اهميه ان احنا نزود معرفتنا وثقافتنا. فدي كانت من الحاجات اللي احنا بنسال بحضراتكم فيها، في ان انتوا بتتجهوا للقراءه الكترونيا ولا الاتجاه ل قراءة الكتب ككتب أونلاين أو الكتب نفسها إن أنتوا بتجيبوها. ودي بقى من الحاجات اللي إحنا برضو بننزل الشارع نسأل الناس فيها. صحيح. عشان برضو نتعود إن إحنا ننزل نسأل الناس في الشارع. خلينا نشوف إجابات الناس ونرجع على طول. لا أحب أشتري كتاب أكتر، لأن لما بروح المكتبة أشوف الحاجة قدامي بطمن أكتر، وبتبقى حاجة واقعية وببقى عارف المعلومات اللي في الكتب، لأن الكتب دي بتفيد الواحد إن هو يتعلم يبقى عنده معلومات أكتر ويستفيد من القراية دي. فبالتالي المكتبه لما بتكون ايه هناك وبتاخد الحاجه اكتر، اما تبقى اونلاين ممكن ان انت ما تبقاش عارف الكتاب ده بتاع ايه ونظريته ايه، فاكيد يعني ايه تبقى في المكتبه احسن، لان ده بيبقى امر واقع. انا بعشق القرايه عامه، يعني من صغري هاويه قرايه. الاول كنت بقرا كتب، دلوقتي عشان نظري ضعف شويه فبفضل الاونلاين. الاونلاين يعني لما مثلا اشوف كتاب عدد صفحاته كتير بحس انا ممكن اتشائم، فالاونلاين بيبقى احسن شويه. لا بشتريها وتملي من معرض القاهره، معرض الكتاب بتبقى عليها خصومات وفي عروض وفي اجزاء جديده واجزاء مش متوفره بتبقى موجوده في المعرض. المعلومه السريعه او السهله عن طريق الانترنت، لكن يعني الواحد بينصح الشباب كلها ان هي ترجع للكتب تانية، لان هي دي الاساس. لا انا بحب الكتاب بتمتع بيه اكتر، بحس ان قراءه الكتاب نفسها بتبقى ممتعه اكتر لما يكون الكتاب بين ايديك وصفحاته معاك، عما تكون انت بتتكلم او بتقرا على PDF او اونلاين. بحس متعه اكتر ان انت بتبقى موجود مع الكتاب بحد ذاته وتقدر تتني الصفحه تقلب الصفحه، ملمس الكتاب نفسه بيفرق معاك. اساسا دي كانت ايام تعليمنا احنا، ما كانش فيه لا نت ولا كان فيه اونلاين ولا كان، فكنا بنقرا الكتاب وبنقرا المصحف، فطلعنا اللغه العربيه بتاعتنا لغه عربيه سليمه. يعني بحب يعني كتاب بتحس ان انت بتاخدي راحتك عليه وتحبي تشوفيه اكتر. يعني
أنا شخصياً محمود لفت نظري الولد اللي اتكلم وقعد يقول إنه في متعة في إن أنت تمسك كتاب وتقرأ فيه، بجد الموضوع بيشدك أكتر، بيخلي فيه حماس إن أنت تخلص الكتاب. بس أنا برضو لاحظت إن معظم الأجيال الجديدة بتفضل السرعة في التكنولوجيا، التنقل أسرع. بس خدتي بالك برضو في يعني سيدة ما كانش سنها صغير شوية، مش صحيح. هنكبرها، لكن قالت انا اضطريت شويه ان انا ببقى صعب ان انا امسك الكتاب، لكن الموبايل عشان نظري نظري بعد ما ضعف. فنقصد انه زي ما انت قلتي حسب الحاله. صحيح. ففي بعض الناس، وطبعا في ناس كتير اتكلمت عن انه، وفي واحده قالت انا بتشائم لما بلاقي صفحات كتير كتاب من الكتاب. لسه هقول نفس الفكره، انه كتاب كبير وان انا اقرا 400 ورقه، فابدا ان انا اقسم لو ده اونلاين او حاجه زي كده من الاونلاين. فدي حاجه من الحاجات طبعا اللي هو بنختلف فيها، لكن دي وسيلة للي بيحب. صحيح. الشكل ده، ودي وسيلة للي بيحب الشكل ده. لكن كل بقى ده، نرجع بقى للموضوع عام يا دانا، الموضوع العام اللي هو القراءة، أهمية القراءة يا جماعة. احنا المهم ان احنا نقرأ إن شاء الله صفحة باختلاف في اليوم. الوسيلة أهم حاجة فعلا القراءة، وإن احنا نحافظ على القراءة. بس أنا عايزة أقول على حاجة برضو، هي زي ما قلنا في الأول حسب الظروف هي اللي بتحتم هتقرأ بأي وسيلة، سواء بالتكنولوجيا وآيباد أو تقرأ بكتاب بطريقة تقليدية، لأنه ساعات بتبقى عايز مثلا تتصفح عنوان في الصحف، عايز مثلا تقرأ حاجة سريعة، فده طبيعي أن أنت هتروح لطريقة فيها تكنولوجيا أكتر وأسرع. لكن لو أنت عايز قصة معينة، كتاب بسرد أكتر من المعلومات، ساعتها هتروح للطريقة التقليدية. مزبوط. ده من وجهة نظر يعني. وكمان حتى في فكرة انت عارفة معرض القاهرة بيبقى فيه أقسام كتيرة كمان، سواء التاريخ، العلوم وبتاع، وبيرجعوا كمان للكتب القديمة والنسخ القديمة. صحيح. وإصدارات قديمة لحاجات كتير، بيكون الأحسن ان انا ارجع للمصدر ده. كمان انا عايز اقول حاجة مهمة، معلش هي ممكن هتبقى برة شوية بس انا مش هطول فيها. الحقوق الملكية الفكرية، يعني برضو في كتب زي ما بيقولوا كده يعني بيخترقوا بيها الحقوق الملكية الفكرية، وانه يبقى الكتاب فيه دور نشر دفع فيه فلوس، بصاحب الكتاب بيبقى بذل فيه مجهود، ومجرد انه طبعا ينزل PDF الموضوع مش ده صح. لو هتشتريه اونلاين انا بشجع ده، لكن الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية صح. وفي ناس برضو استكمالا لكلامك محمود يعني بترجع للكتب القديمة عشان يعني تدقيق من المعلومة، تأكد معلومة. بالزبط. فده بالزبط. صح، بيساعد برضو.